ثانية تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي على هذا الانجاز، وسلام لاهالي العوير. سلام المركز الثاني، التوقيت الزمني 5:54 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء لمالك السمح عتيج بن علي بن هزيم المسافري، تهانينا لك يا عتيج. المركز الثالث، التوقيت الزمني 5:55 والتسع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والناموس لمالك مكلف خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري على هذا الاداء المميز. تهانينا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نسأل متابعينا الكرام. انطلاقاتنا متواصلة والتحية مستمرة دائما هنا أيضا في ميدان المرموم تحفة الميادين، هنا في هذا الختامي في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا. على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا 17 ويحمل في طياته هنا الابكار بأسماء جميلة وأسماء مميزة وعملاقة قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. نتمنى التوفيق لكافة المشاركين. هذه بيان عبد الله بن سلطان بن سيف العرياني يتقدم، الذي قدم لنا سمحة، بينما المركز الثاني القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات وفي هذا المسار هذه متعبة مصبح بن سيف بن محمد الرايح العليلي اللي احتلت المركز الثاني، نقلتنا إلى المركز الثالث، نقلتنا مع القادمة، نقلتنا مع الحاضرة بهذا الحضور بهذه أيضا الشعارات الأسماء والسلالات الغنية عن التعريف التي تجمعت في هذا الختامية. المركز الثالث انفاوضة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات هناك أيضا شعار مانع بن محمد بن قضيب العليلي، والمركز السادس من خلال الشعار شعار بن سرود الذي تدخل في هذه اللحظات وفي هذا المسار، بينما المركز السادس وصول وتقدم في هذه اللحظات من مهمة أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، ولكن شلي غير وصول من أفعال علي بن راشد بن مسلم العمري، شعار ولد السهران يتقدم القادم من هنا بدية، بينما المركز السابع أو ثامن المراكز القادمة هنا رسمية جمال بن سعيد بن سالم الشمطي الكتبي، والمركز الثامن وصول وتقدم من الصايلة سعيد بن مبارك بن سعيد المنصوري، والمركز التاسع هذه شودة أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي، واللي احتلت المركز العاشر. ختام النداء هنا للعشر المراكز الأولى، يلا الغادمة والمتقدمة هنا الشاهينية مبارك بن سعيد بن سالم الراشدي، ياهو تجمع، ياهي شعارات، ياهو تحدي هنا في هذا اليوم في هذا التحدي المثير. ولكن البداية وين؟ ولد السهران يتقدم على الصدارة الأولى، مقدم لنا أيضا أفعال هي تفعل ما تريد على مقدمة هذا الشوط، ولكن هنا شودة في هناك أيضا تعزب بالنشودة هنا على أرضية الكرم والجودة. هذه شودة من تتقدم على الصدارة، أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرميثي أهالي السمحة، بينما المركز الثاني القادمة هنا رفحة القادمة والمتقدمة في هذا الشوط فيصل بن متعب بن بدر بن شريم الشمري ياتي على المركز الثاني. لمن هذا الشوط؟ يهل الحجايج، يهل الحجايج، الكيلو متر الأخير والخطير والمثير، الكيلو واللي بعده الزعفران، سمير ينتظر هنا لمادة الزعفران للثلاث المراكز الأولى المتقدمة. ولكن وين يا أهل الحجايج؟ وين؟ الله 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 الله، البداية هنا شودة 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 شودة.
المتقدمة على الصدارة الأولى أحمد بن مطر بن محمد بن مطر الرمهيثي. المركز الثاني وصل تفحة، وصلكم بن شريم، وصلكم بن شريم، ولكن الله الله ياهو قدوم، ياهو قدوم، ياهو حضور على المركز الثالث القادمة والمنطلقة. هذه الذهبة سعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي طلع بن ضبيعة هنا مع الأمتار الأخيرة ما بين شودة وشعار بن ضبيعة، وهناك أيضا زعفرانة والقادمة مياسة، ولكن شعار الرزيني، ولكن هنا القادمة الواصلة هنا سعادة، هنا أيضا عبد الله بن راشد بن حمد الرزيني النيادي، النيادي النيادي، ولكن البداية وين؟ ما زالت الذهبة، ما زالت الذهبة. الناموسين، الناموسين، أين هذا الناموس؟ حاير وطاير، ولكن خلاص خلاص ذهبة بضبيعة، بضبيعة الاكتبي يتقدم ويقدم لنا ذهبة. سلام من الله عليكم يا هالي نزوة. المركز الثاني القادمة والمنطلقة، هناك حدث محمد بن عبيد بضبيعة الاكتبي اللي احتلت المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول من ايضا سعاده للسيد عبد الله بن راشد بن حمد بن رزين النيادي. والمركز الرابع وصول وتقدم مشاهدينا من اعمار راشد بن محمد بن ناصر المنصوري، واللي احتلت المركز الخامس في هذه اللحظات هذه العزوم عبد الله بن حمد بن علي اليحاوي. مشكور يا ابو حمد. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام توقيتنا الزمني المرافق لهذه الانطلاقه 5 دقائق 54 ثانية، 9 أجزاء من الثانية كان من نصيب. هناك أيضا وصول وتقدم من الذهيب سعيد بن عبيد بضبيعة الاكتبي، وسلام لأهالي نزوة سلام. المركز الثاني 5 دقائق 55 ثانية، جزءا يتيما من الثانية كان من نصيب. هنا خمس وخمسين ثانية 3 أجزاء من الثانية كان من نصيب. هنا أيضا شعار رزيني وقدمت لنا العرض الجميل سعادة عبد الله بن راشد بن حمد الرزيني النيادي. تهانينا والناموس لك.